في أطفالك سعيدين عم يضحكوا أو ممكن تحاول تتجنب أي شيء ممكن يكسر لهم بخاطرهم أو حتى يسبب لهم الحزن. ومن بين المشاكل يلي بتواجه الأهل بشكل عام هي غيرة الطفل من الأطفال الآخرين بشكل خاص بفترة الأعياد. يعني مشاعر الغيرة هي من المشاعر أكيد السلبية الشائعة بين الأطفال. ليه هذا الولد عنده هي اللعبة الفلانية أو ليه أوعي أحلى؟ والكثير من التساؤلات الصعبة اللي ممكن يوجهها الطفل لأهله، ومع الظروف الصعبة بصير الموضوع فعلاً معقد أكثر. فكيف ممكن أنه تتعامل مع هي المشكلة؟ رح نعرف كل هاي التفاصيل مع ضيفتنا الاستشارية التربوية الأستاذة وفاء حيمور. يسعد صباحك. نعم، وانتي بألف خير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. طبعا عم نحكي عن غيرة الطفل يلي ممكن تكون موجودة بأي وقت، ولكن بفترة العيد أو بالمناسبات ممكن تظهر أكثر وقت اللي بيصير في مقارنات أو في اجتماع لهدول الأطفال. فبقى ببلش مقارنات، مين عنده مين ما عنده، مين لابس مين ملابس، مين حامل ممكن عيدية أو مبلغ أكثر من الثاني. غيرة الطفل أو انفعالية غيرة الطفل خلينا نعرفها بالبداية بعدين نحكي بتفاصيل فقرتنا. يسعد صباحكم. بداية الغيرة هو شعور انفعالي مركب، مزيج من حالة اللارضة أو اللا قناعة مع حالة الغضب العارم اللي بيكون متوجه الطفل فيه ومتوقد، بس بده يحصل على الأشياء الموجودة عند الآخرين هو غير قادر على الحصول عليها. فهو شعور جدا مركب. هلا هو شعور فطري موجود عند كل الأشخاص بداية من الولادة، نحن بيرافقنا هذا الشعور، ولكن بيكون يعني مثل البركان الخامد، بيكون موجود هذا الشعور داخل كل شخص فينا وبتعزز مع الأيام. طبعا في أهل بيساعدوا على تعزيز هذا الشعور، وفي أهل بيحاولوا قدر الإمكان أنه يكون الشعور عادي مثل شعور مثلا الفرح، مثل شعور السعادة، مثل شعور الغضب. هو موجة بتمر على الطفل ولكن تنتهي بعد فترة. طبعا إذا نحن حاولنا قدر الإمكان أنه ما نعزز هذا الشعور عند الأطفال، بينما إذا نحن كنا داعمين لهذا الشعور فرح يكون مرافق للأطفال لحتى يكبروا ويصير هذا الشعور خلص حاجة متأصلة فيهم. يعني بيصير بيتحول من غيرة لشيء اسمه حقد دفين عند الأطفال وعند الآخرين. معناها هو شعور الغيرة أكيد موجود عنا كلنا، بس كيف الواحد بيقدر مثل ما ذكرنا أنه يستفيد منه؟ يا أما هو شيء ساعدني بحياتي، يا أما هو شيء راح يضرني. طيب ذكرتي انه في امور بيرتكبوها الاهل بتحفز اكثر على موضوع الغيره عند الاطفال، وعن جد نحن بنتفاجئ اوقات بولد انه ليه هالقد، مع انه بتلاقيه ما يعني اموره منيحه مو ناقصه شيء، بس اي شيء ممكن يتجاكر او يغار منه، والاهل هون تلاقيه خلص انه ابني هيك. فشو الامور اللي ممكن تحفز هذا الموضوع؟ بدايه ذكر كلمه الغيره بشكل يعني كبير بشكل يومي أمام الطفل بتصير خلص يعني صفة متأصلة فيه. فأنا دائما لما بيجي مثلا بقول إنه حاكوه اهتموا فيه لأنه بغار، شوفوا كيف غيران من أخته اللي أصغر، شوفوا كيف غيران من ابن عمه. فنحن عنا بفكروا إنه صفة الغيرة هي صفة فني يعني مضحكة، إنه هذا الطفل غيران فأنا براقب ردات فعله بطريقة مضحكة، فبصير أنا بذكر صفة الغيرة أمامه بطريقة كتير أوفر، فبصير الطفل بتقمص هي الشخصية. طبعاً نحن دائماً بنقول إنه الصفات هي رسائل خفية للأطفال، إذا نحن تمينا عم نذكرها بشكل دائم، صفة النجاح، صفة الفرح، صفة السعادة، صفة العطاء، الكرم، إذا نحن دائماً بنذكرها للأطفال فبتأصلوا الأطفال فيها. صفة الذكاء، طفلي ذكي، طفلي متفوق، بينما الصفات السلبية هي أسرع حتى امتصاصاً من الصفات الإيجابية. فذكر موضوع أنه طفلي بغار، طفلي بغار، يعني دائماً ننتبهوا عليه، راعوا مشاعره لأنه بغار، عززناها بعقله منعززها أكثر. المقارنة الغير عادلة يلي اصلا ما فينا نقارن بين شخصين، لانه ما في اثنين متكافئين بالحياه. نحن انماط مختلفه، صفات مختلفه، مشاعر مختلفه، همم مختلفه، قدرات عقليه مختلفه، فاي مقارنه بين اي شخصين هي مقارنه غير عادله. فدائما فيها طرف ربحان وطرف خاسر، والانسان بفطرته لا يقبل الخساره، فبيحاول قدر الامكان انه هو ينجح، هو يكون متفوق. فليه نحن لحتى نوصله لينجح بطرق غير مشروعة؟ فنحن اللي بنكون دافع لحتى نحن نخلي أطفالنا يستخدموا أشياء غير مشروعة، طرق
يعني ما أنا خليني أقول غير مستقيمة ليحصلوا على الأشياء اللي بتكون عند الآخرين، مثل لما بيغشوا بالامتحانات، مثل لما مثلاً بيصير بيسرقوا، مثل لما بيضطروا إنه يكذبوا لحتى يكونوا بصورة أجمل بأعين الأهل. صحيح. فدائماً هدول القصتين كتير بيعملوا عند الأطفال غيرة بتتحفز بطريقة رهيبة، يلي هي مثل ما قلنا ذكر كلمة الغيرة والمقارنة غير العادلة. كمان اللي بيصير انه نحن اغلب العالم، يعني خليني اقول هذا يمكن ما كثير العالم تقتنع فيها، ولكن 99% من الاشخاص في عندهم عقد نفسيه بحياتهم. هي العقد ممكن تكون عقد نقص، حاجه للاهتمام، حب للظهور. اي كل حدا فينا في عنده عقد ممكن يفرغ عقده نفسيه، قول نقطه ضعف. فبيحاولوا الاهل نقاط الضعف الموجوده عندهم يعززوها عند اطفالهم. فممكن الدلال الزائد، ممكن العطاء الغير محدود، نمنحه كل شيء حتى ممكن يكون خارج عن طاقتنا وخارج عن إرادتنا. بس بالمقابل نحن عندنا الطرف الثاني اللي هو نحن اللي عم نحكي اليوم، كثير عائلات عندهم الأوضاع الاقتصادية مأثرة على الجميع، فهي بطلت الغيرة إنه الولد عنده كل شيء. لا، المشكلة هون إنه الولد ما عنده شيء وعم بيشوف رفقاته بالمدرسة أو رفقاته أو ناس بالطريق أولاد بالطريق. أي هون حتفرق معه إنه أنا ما عندي اللي هن عندهم إياهم. هي الحالة نحن كيف نقدر نتعامل معه؟ رح أحكي لك شيء يعني شيء اجتماعي إنساني أكثر من كونه شيء نفسي. حالة الشبع، شبع الاحتياجات، هي ما لها علاقة بالمادة. نحن بهرم ماسلو في عنا احتياجات، هي احتياجات ممكن تكون عاطفية، إنسانية، اجتماعية. هي الحاجات ما هي بحاجة مادة أو مصاري لحتى تشبع، بحاجة أهل محتويين، مستمعين، بيحاولوا قدر الإمكان يحسسوا الطفل إنه هو ما عنده نقص. فبده يكون في شعور عارم بالرضا عند الأهل لحتى ينتقل بشكل يعني متوارث للأطفال. فأصلاً إذا الأهل ما كان عندهم قناعة أو ما عندهم رضا بحالتهم الاجتماعية وكثيرين الشكوى، فالطفل ما حيكون عنده هالرضا، فالطفل ما حيكون عنده حالة الرضا. وبالأصح خلينا نقول إنه كثير من الأشخاص اللي حالتهم المادية معدمة، أو خليني أقول ما معهم مجال أبداً، هن مليئين بالسعادة، مليئين بالرضا، مليئين شبعانين. يعني نحن بنقولها بالكلمة العامية شبعانين. حتى هن لما بتجي بدك تقدمي لهم مساعدة بيقولوا لك يمكن يكون في غيري أحق. فهدول الأشخاص حالة الشبع اللي عندهم أو حالة الكرامة الموجودة عندهم هي من حالة الرضا، من حالة القناعة إنه رب العالمين كتب لي هي الرزقة، فأنا هذا التارجت تبعي. بسعى، بشتغل، عندي همة كتير عالية، بتلاقيهم حريصين كتير على التعلم، حريصين كتير على العمل. فهدول هي بقى هي الحالة كلها كيف بتجي من حالة الرضا وحالة القناعة. إذا موجودة عندي أنا قادرة جنب طفلي حالة الغيرة، أنا قادرة خليه يقنع بالأشياء الموجودة بين إيده. تماماً. وممكن يعني ما يكون في قناعة وتتحول من بعد مرحلة لمرحلة لمرحلة لأمراض نفسية وعقد ممكن يعاني منها طفل، وما رح تقدر الأم أو حتى الأب أنه يسيطروا عليها. طيب خلينا نحكي عن العلامات اللي ممكن تدلني أنه طفلي فعلاً عم يشعر بالغيرة. في حالة من الغيرة إمتى بتكون طبيعية أنا بتقبلها وبقدر سيطر عليها، وإمتى ممكن تتحول لشيء سلبي أنا خلص ما عاد أقدر سيطر عليها؟ الحالات الطبيعية هي حالات لفت الانتباه. بصير الطفل بده يعمل حركات أو بده يحكي مشابهة. نحكي شو الحالات اللي بيغار منها الطفل. ممكن قدوم مولود جديد، ممكن حصول غيره على شيء مثلا هو غير موجود عنده. العلامات، فرق العلامات والتحصيل الدراسي كمان هذا بيلعب دور بالغيرة. مقارنة مثل ما قلنا غير عادلة بين الأولاد كمان بتلعب يعني دور بالغيرة. فشو بيصير؟ بيحاول يعود بالنقص الموجود عنده، يعمل حركات خليني أقول يلفت الانتباه، يحكي بطريقة طفولية لحتى يسترجع الاهتمام اللي كان موجود عند أو الموجود عند الأخ الأصغر. ممكن إنه يوقف يعمل حركات استعراضية. هاي كلها أمور يعني لساتها بالطبيعية. لا، لفت الانتباه بتكون بقى بتبلش انها طبيعيه. الخطير بقى واللي منخاف منه هن الطفل اللي ما بيحكي وما بيعبر. هلا هذا الطفل الواضح اللي عم بيقوم بهي الافعال، هذا الطفل انه هو غيره خلص، انه عم بيعطيكي تنبيهات انه انتبهي لي انا بلشت غاي. بس الطفل يلي ما بيحكي، يلي بتبلش مثلا ترتفع حرارته، يلي بتبلش كل الوقت ساكت قاعد بمثلا مكان منزوي وعم بيطلع عليكي من بعيد،
لما تجي مثلا تقولي له جا بالك تاكل يقول لك لا ما بدي، جا بالك تشرب لا ما بدي، تعال العب مع رفقاتك ما بدي، هذا الطفل اللي ببلش بخوفني لانه انا ما بعرف شو الاشياء اللي عم بتدور بباله. صحيح. بصير بخاف على الشخص الاخر اللي هو غيران منه من الاذى الجسدي، من العنف، من الضرب، من حاله الانتقام، فهذا الشيء اللي ممكن يخوفني. بعدين مثلا خليني اقول الحركات اللي كمان بتخوف اكثر شوي هي مثلا مص الاصبع، هي مثلا قدم الاظافر، هي التبول لا ارادي، كلها مؤشرات. هدول كلهم مؤشرات انه الطفل عم بيعاني من نقص ما او من غيره ما من شخص ما. أوكي. فانا بحاول قدر الامكان بس تصير هي العوارض وهي الاشياء اتوجه فورا عند اخصائي لحتى يقدر يحلل لي الاسباب ويحط لي خطه علاج لنقدر نطلع من هي الحاله. بس بدي نوه على نقطة كتير مهمة، إنه ما هو حل الغيرة بإنه أنا عوض الطفل بالأشياء اللي ناقصته. يعني مو إنه إذا ناقصه لعبة وعنده مشاكل أنا أجيب له اللعبة مشان تبطل هاي المشاكل. تمام. هي مو هذا الأسلوب الصحيح والسليم، لأنه أنا هون بصير بحاول أو بعوض طفلي على إنه يكون شخص أناني بده يتملك كل الأشياء، أو بده يقلد كل الأشخاص اللي حواليه، أو بده يقلد كل الأشخاص اللي عنده. فالحلول دائما بتكون بطريقه مختلفه. أوكي. تماما بالقناعه وبالرضا، يعني مثل ما قلتي هي بالنهايه شو الطفل بيشوف من اهله هو اكيد راح يكون مثلهم، فنحن هو دور الاهل بالنهايه هو الاساس باي شيء وباي احساس ممكن يشعر فيه يعني الطفل. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ان شاء الله.